زحمة مرورية خانقة في السماء السورية، مقاتلات من جنسيات مختلفة تخيم على الأجواء، طائرات النظام السوري تصب نيرانها على مناطق واسعة منذ 4 سنوات. النظام يقول إنه يلاحق الإرهابيين، لكن براميله تفتك بآلاف المدنيين. الأجواء السورية صارت مألوفة لدى المقاتلات الإسرائيلية، أهم أهدافها مواقع استراتيجية للنظام وقوافل سلاح لحزب الله. وتحت شعار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، انطلقت طائرات التحالف الدولي بقيادة أمريكية ومشاركة عربية، لكن المقاتلات الأمريكية وسعت دائرة الاستهداف لتشمل جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأسقطت عن طريق الخطأ كما تقول بعضا من الذخائر هنا وهناك. تركيا رفضت الانضمام إلى التحالف، لكنها تقصف تنظيم الدولة والجماعات الكردية المعادية لها. المقاتلات الروسية أحدث القادمين إلى الأجواء السورية، وجدول أعمالها مختلف. تنظيم الدولة طبعا من المسلمات، لكنها أضافت له فصائل من المعارضة المسلحة ومئات المدنيين وفق منظمات حقوقية. وبينما تشتد السماء زحاما، تمتلئ الأرض دمارا، وتزداد تهجيرا وتشريدا.